صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالنور والسرور، صباح التميز والسعادة على الإمارات أغلى وطن. عليكم وعليكم أعزائي المستمعين، ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. يسعدنا تواصلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا اليوم على الرقم 600551414 أو من خلال رسائل نصية القصيرة 4006. لكم أطيب التحيات، محدثتكم أسماء الجناحي. قبل ما نتكلم عن البرامج أو الأمور راح نناقشها معاكم في إذاعتنا اليوم، نحب أيضا نأكد أن جميع الرسائل اللي وصلت على البرنامج البث المباشر تم تحويلها إلى الأقسام المعنية، وإن شاء الله راح يتواصلون معاكم في أقرب فرصة. وحلقتنا اليوم نتكلم عن آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية، آخر مستجدات قنوات التواصل الاجتماعي، التغير والتكيف مع التغيير في بعض جوانب الحياة، والمهم والأهم الأغذية المهمة لصحة الأعصاب. ونبدأ بخبرنا اللي يركز على الزبادي. خلصت دراسة علمية جديدة إلى أن تناول الزبادي بصورة يومية يساعد المرضى ضغط الدم في التحكم به ووضعه تحت السيطرة. وصلت الدراسة التي أعدها باحثون في جامعة جنوب أستراليا وجامعة مين الأمريكية الضوء على العلاقة بين تناول الزبادي وضغط الدم وعامل الخطر التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ويعاني أكثر من 1,000,000,000 شخص من مرض ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهو السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة. وتقول الباحثة المشاركة في الدراسة ألكسندرا واد أن منتجات الألبان وخاصة الزبادي يمكن أن تكون قادرة على خفض ضغط الدم، وذلك لأن المنتجات تحتوي على عناصر غذائية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وكلها تشارك في تنظيم ضغط الدم. وتضيف الباحثة أن الزبادي مثيرة للاهتمام بشكل خاص، لأنها تحتوي أيضا على بكتيريا تعزز إفراز البروتينات التي تخفض ضغط الدم. واعتبرت أن الدراسة قدمت دليلا جديدا على ارتباط تناول الزبادي بالقدرة على التحكم بضغط الدم. ووجدت الدراسة التي شارك بها 915 شخص أن الذين واظبوا على تناول الزبادي يوميا كانوا أقل عرضة للإصابة بضغط الدم. من هذا نقول لكم أعزائي المستمعين، احرصوا على وضع الزبادي أو المنتجات هاي في جدول غذائكم اليومي. والأهم من هذا كله، إذا كان عندكم أمراض معينة أو أمراض خاصة، دائما أن أنتم تأخذون رأي أخصائي تغذية. وهاي الأخصائي تغذية أيضا من ضمن الخدمات اللي ممكن هيئة الصحة تقدم لكم بالتزامن مع زيارتكم للطبيب المعالج. وني عند فقرة قنوات التواصل الاجتماعي، وبناخذكم جولة في أهم الأشياء اللي تصير وأيضا المتداول فيها. أول خبر، مستشفى دبي يبدأ في استقبال المتعاملين معه في مدخله الرئيسي الذي تم تطويره مؤخرا لتعزيز راحة المرضى والمراجعين وإسعادهم. ونوه المستشفى بأن ببدء صيانة وتحديث مدخل العلاج الطبيعي، داعي المتعاملين التوجه مباشرة إلى المدخل الرئيسي المطور. نحن حطينا في قنوات التواصل الاجتماعي صور المدخل الجديد لمستشفى دبي، ونحن سعداء أيضا بردة الفعل اللي كلها كانت منبهرة مثل ما يقولون نيو لوك لمستشفى دبي من الداخل. يعني حاليا
نفس اللي سويناه في المدخل الرئيسي حاليا قاعدين أيضا نطور المدخل الخاص بالعلاج الطبيعي. فحاليا المدخل الجانبي هذا الموجود في مستشفى دبي مغلق لأعمال التطوير، وإن شاء الله أيضا النيولك اللي بيكون موجود هناك ينال على سعادتكم ورضاكم مثل ما نال المدخل الرئيسي. فنحن ندعوكم أعزائي المستمعين اللي بيروحون مستشفى دبي يتوجهون مباشرة إلى المدخل الرئيسي وما يروحون المدخل الفرعي اللي هو مدخل العلاج الطبيعي، المدخل الرئيسي والمدخل الجديد. ونتمنى أيضا تشاركونا رأيكم في قنوات التواصل الاجتماعي، سيروا تشوفوا الصور اللي ما زار مستشفى دبي وعطونا رأيكم بالشكل الجديد للمدخل. إني أيضا نتكلم عن في هالفترة الحالية الكل يتكلم عن الإجراءات الوقائية ويتكلمون عن بعض الأمور المتعلقة بكوفيد 19. نبدأ بنقول أهم رسالة، إن مهما زادت الحالات أو نقصت الحالات يبقى المثلث الذهبي اللي نحن دائما نتكلم عنه مهم في كل الأوقات وفي كل الفترة، حتى نقول مثلا حتى نهاية الجائحة، وأيضا في كل المواسم اللي فيها الفيروسات أيضا مهمة سواء في الإنفلونزا الموسمية وغيرها. نتكلم عن المثلث الذهبي وهو يقول أول شيء أهم شيء هو لبس الكمامة. لبس الكمامة جدا مهم وهذا أحد الأسباب اللي يحميك من الفيروس. الشيء الثاني تعقيم اليدين أو غسلها بشكل مستمر، خصوصا نحن وايد نلمس أشياء لما نظهر برا ومهم أن نحن نعقم يدينا باستمرار. أيضا التباعد الجسدي بين وبين الآخرين ونحافظ على المسافة الآمنة بين وبين اللي حولنا. هاي من ضمن ثلاث أشياء الرئيسية في كل الحالات نحن لازم نحافظ عليها، والأهم من هذا كله لبس الكمامة. ووايد مهم أن نحن ما نفرك عيوننا أو نحط صبعنا في حلجنا إذا ما عقمنا إيدنا أو غسلنا، وخصوصا أهم شيء أنه قبل الأكل وبعد الأكل بعد أيضا تعقيم اليدين وغسل اليدين وايد مهم. هذا بالنسبة لي نقول مرض كوفيد 19. نتكلم عن الجرعة الداعمة للقاح فايزر، لقاح فايزر بيونتك في هيئة الصحة بدبي. اللقاح الجرعة الداعمة متوفرة للأشخاص من 18 سنة فما فوق بعد ما يكملون 6 أشهر من الجرعة الثانية. بعض الاستفسارات اللي وصلتنا أن أعمارهم 17 سنة تبدأ هيئة الصحة بدبي بتوفير الجرعة الداعمة للأشخاص من 18 سنة فما فوق. فلازم الشخص يكون داخل 18 سنة عشان يقدر ياخذ الجرعة الداعمة ويكون مكمل 6 أشهر. أيضا من ضمن الأشياء اللي دائما يسألون عنها كيف نحن نقدر ناخذ مواعيد بالنسبة للجرعة الداعمة، الحصول على الموعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي اللي هو DHA App موجودة كل المراكز. وأيضا نحن يعني بعض الأشخاص يقولون إذا دوروا بعد 2 أو 3 أسابيع أو الشهر اللي بعد يبغون يأخذون موعد ما يحصلون، تقوم هيئة الصحة بدبي بتحديث المواعيد بشكل دوري وبشكل كل أسبوعين. فكل أسبوعين هناك مواعيد جديدة يتم إضافتها في التطبيق. فهذا مو بيعني إذا أنتوا دورتوا على الشهر الجاي إنه ما شيء مواعيد، لا في مواعيد، لكن هيئة الصحة تقوم بتحديثها بشكل مستمر وبشكل دائم في فترة كل أسبوع لأسبوعين يتم تحديث هذه الجداول الخاصة بالمواعيد. نحن دائما أيضا ننصح الأشخاص اللي يأخذون مواعيد الحضور على موعدهم، وهذا عشان تفادي أن يستوي أي زحمة في أي مركز. والحمد لله دائما أنتم ملتزمين وهذا اللي يسعدنا، أن دائما دائما هناك يعني سلاسة كبيرة في المراكز، والحمد لله أن وقت يعني وقت الحصول على الخدمة لا يتعدى 5 دقائق في مراكز التطعيم. وهذا كان المتداول في قنوات التواصل الاجتماعي، وأيضا نحن نتمنى لكم تمون معنا. بنطلع فاصل وإن شاء الله بنرجع ونواصل مع فقرة التغذية اللي نحن ننتظرها بشكل يومي. صحة وسعادة. مرحبا بكم مرة ثانية ونرجع لكم فقرتكم الخاصة بالتغذية. إذا حابين تتواصلون معنا تقدرون على الرقم 600551414 أو من خلال الرسائل النصية القصيرة 4006.
أعزائي المستمعين، أن اتباع نظام غذائي صحي له أهمية كبيرة في الحفاظ على صحة وقوة الجهاز العصبي، حيث أن الجسم يحتاج إلى نظام غذائي متوازن وصحي ومتنوع وكميات كافية من جميع العناصر الغذائية لتفادي أي مشاكل صحية محتملة. في فقرة التغذية لهذا اليوم بنتكلم عن أهمية الغذاء الصحي والأغذية المهمة اللي تساهم في الحفاظ على وظائف الأعصاب والجهاز العصبي بشكل عام. وهذا وبهذا يسعدنا أن تكون معنا الأستاذة سامية خالد عثامة، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. حياك الله. حياة الله أختي العزيزة، أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور. أستاذة سامية، بداية خلينا نتكلم عن أهمية الحفاظ على الجهاز العصبي ودور ذلك في جودة حياة الشخص. نعم، بالحقيقة الجهاز العصبي تأتي أهمية الحفاظ عليه من الدور الحيوي والمهم والمتميز الذي يقوم به في التحكم بوظائف أعضاء الجسم. يعني تقريبا لا يكاد يخلو عضو من أعضاء جسمنا ما يتأثر في الجهاز العصبي. ومثل يعني بعض الوظائف المهمة اللي يتحكم فيها الجهاز العصبي، مثلا نذكر منها السمع، البصر، التذوق، الحواس بشكل عام. وهناك بعض المهام الأخرى اللي يتحكم بها الجهاز العصبي مثل الحركة، التوازن، التنسيق، الذاكرة. وهذه الاضطرابات طبعا ممكن تأثر على أي جزء من أجزاء الإنسان. ممكن أن تكون إذا أصاب اضطراب جزء من هذه الأجزاء قد تكون قابلة للعكس، يعني ممكن علاجها، أو لا قدر الله ممكن تكون متفاقمة ولا يمكن علاجها. ومن هذا الدور الأساسي الذي يقوم به الجهاز العصبي جاءت أهمية الحفاظ عليه، لما له أيضا من دور حيوي مهم في الحفاظ على معدلات ضغط الدم، سرعة القلب. يعني الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان تتحكم فيها الأعصاب، درجة حرارة الجسم، عمليات الهضم، وإلى ذلك من العمليات الحيوية الأخرى. إذا دحين قلنا في أغذية تساهم في تعزيز، يعني ما بنتكلم عن الأشخاص اللي عندهم مثلا أمراض في الجهاز العصبي، شو الأغذية إذا نحن نقدر ناكلها في تعزيز وظائف الجهاز العصبي؟ لأن حاليا دائما نشوف الناس يعني مثلا ياما إن ما يأخذون ما يتريقون، أو وجبة الإفطار يهملونها، وجبة الغداء، وأحيانا حتى الوجبات تشوفين نوع واحد من العناصر الغذائية يعني يهملون الباقي، وبعض الأشخاص مع الكيتو دايت وغيره. فنحن ونعرف أن الكيتو يؤثر في الجهاز العصبي، عشان ذكرته. فشو الأغذية اللي تساهم في صحة وظائف الجهاز العصبي؟ نعم، لا شك أن الجسم بشكل عام بحاجة إلى نظام غذائي متوازن، يعني يشمل المجموعات الغذائية الأساسية. وذكرت نقطة مهمة، مثلا نوع من أنواع الدايت اللي هو كيتو يركز على نوع مجموعة من المواد الغذائية ويهمل باقي المجموعات الغذائية، فمن هنا يأتي الخطر يعني لمثل هذه الأنظمة الغذائية. لكن النظام الغذائي المتوازن هو المهم. أنا أختار من جميع العناصر ومجموعة المجموعات الغذائية لأنها تؤثر بشكل عام على وظائف الصحة والأعصاب والجهاز العصبي ككل. ومن ضمن أهم الأغذية التي تساعد في تعزيز صحة وجهاز وظائف الجهاز العصبي نذكر منها على سبيل المثال مثلا فيتامين B1. مهم هذا الفيتامين جدا لإنتاج الطاقة في خلايا الأعصاب. ومن أهم مصادر هذا الفيتامين هي الفاصوليا، الحبوب الكاملة المدعمة، الخبز الأسمر، رقائق حبوب الأفطار المدعمة، مهمة جدا لهذا الفيتامين. أيضا فيتامين B3، هذا الفيتامين مهم للحفاظ على صحة الأعصاب، وأيضا من مصادره الدجاج، اللحم، الأسماك، والحبوب الكاملة المدعمة. أيضا فيتامين آخر مهم أيضا لصحة الأعصاب هو فيتامين B6. أهمية هذا الفيتامين صراحة كبيرة جدا، لأنه يدخل في تركيب بعض النواقل العصبية، وبالتالي أي شخص ما يحصل على احتياجاته من الغذاء بنلاحظ في أطباء كثير بيوصفوه كحبوب، يعني يصرف على شكل أقراص عشان نسرع عملية الاستجابة. لكن من مصادر الطبيعية ممكن نحصله في الحبوب المدعمة، موجود بشكل كثير كبير ومركز في الموز، في الدجاج، في البيض، في البازلاء، وفي السبانخ. فنحرص دائما أنها تكون هذه المواد الغذائية أساسية في نظامنا الغذائي. من أهم الفيتامينات أيضا المهمة في تعزيز صحة الجهاز العصبي فيتامين B9 أو B9، بنسميه باللغة الأخرى حمض الفوليك.
طبعا هذا حمض الفوليك مهم جدا في كل مراحل تطور الانسان منذ يعني مراحل الحمل الاولى، لانه يؤثر على تطور الدماغ ويحافظ على الذاكره خلال التقدم في العمر. موجود طبيعيا في مصادر طبيعيه في الطعام مثل الحبوب المدعمه، الخضار الورقيه اللي لونها اخضر داكن مثل السبانخ مثل الجرجير مثل البقدونس مثل الكزبره، فضروري جدا كمان تتوفر في اكلنا. فيتامين مهم ايضا لصحه الاعصاب هو فيتامين بي 12، يحافظ ايضا على الذاكرة على التركيز، والأشخاص اللي بيكون عندهم نقص في هذا الفيتامين هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف. من مصادر هذا الفيتامين هو لحم البقر الدجاج والأطعمة المدعمة الموجودة في الأسواق. آخر شيء عندنا فيتامين سي أو فيتامين جيم بنسميه، هذا الفيتامين مهم جدا للحفاظ على التركيز، مستويات تركيز عالية عند القيام بوظيفة معينة احنا محتاجين مستويات عالية من التركيز، ففيتامين جيم هو المسؤول عنها. من مصادره الموجودة في الطعام طبعا لا شك الحمضيات بجميع أشكالها، التوت عندنا كل ألوانه، كل ما كان فيه ألوان أكثر يكون طبعاً أفضل، وعنا الطماطم. فهذه تقريباً أغلب الأطعمة التي تساعد في تعزيز صحة وظائف الجهاز العصبي. زين أستاذة سامية، الحين بعض الأشياء اللي ذكرتيها أشوف فيها فيها أنواع من الكربوهيدرات موجودة من ضمن الجدول، ف يعني حابين حتى ننصح الأشخاص اللي يركزون على النوع اللي مثل الحميات اللي نقول مثل صفر كربوهيدرات، شو نصيحتك لهم؟ والله يعني للأسف إحنا كوننا نشتغل في مستشفى فبنشوف حالات فعلية، يعني بتزورنا العيادة عندهم مشاكل كثير كبيرة بسبب التزامهم بنظام غذائي، يعني ممكن سمعوا عنه أو في أحد من الأشخاص جربه، لكن هذه الحميات للأسف تعتمد على مغذي واحد أو مجموعة غذائية واحدة، مثلا مثل كيتو دايت هي عبارة عن حمية غذائية ترتكز على الدهون وتفتقر إلى الكربوهيدرات وفيها كمية قليلة من البروتين. هذا النظام خطير جدا وقد يؤدي إلى مشاكل إحنا شفناها بعيننا يعني موجودة عنا، ممكن يؤدي إلى انسداد في الشرايين، ارتفاع في بعض أنزيمات الكبد، شحوم على الكبد، وما إلى ذلك من المشاكل الأكبر، ممكن يأثر على الرئتين، ممكن يأثر على المفاصل. فالرجاء عند الالتزام بأي نظام غذائي شو ما كانت حالة الشخص هو الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن، يعني نأخذ من المجموعات الغذائية كاملة بكميات محددة، واستشاري يعني نستشار ناس مختصين، يعني ما ألتزم بأنظمة غذائية سمعت عنها أو قرأت عنها بس مجرد يعني في مصادر أو شفت مشهور في السوشيال ميديا قال أن أسويه بهالطريقة أن تقلدوني. وهذا للأسف واقعنا، يعني إحنا بنعاني جدا، يعني صار تخصصنا تخصص يعني إحنا قاعدين في العيادة بس قاعدين ندافع عن التخصص، يعني مثل محامي عن تخصص. ندافع ونرجع بس نرجع حق الناس اللي جاوا وخبصوا. فعلا أحسنتي، بسبب الأفكار اللي بيجي فيها الشخص، يعني زمان الشخص كان يجي مستمع، الحين الشخص يجي هو المتحدث، أنا عرفت أنا سويت أنا عملت، فإحنا طول الوقت بس قاعدين ندافع عن حالنا ونحاول قدر الإمكان. شكرا لإذاعتكم، يعني إحنا طبعا مبسوطين جدا إنكم بتسلطوا الضوء على هاي المواضيع، يعني فبالتالي ممكن نزيد الوعي عند الناس في هذه المواضيع. إنزين الحين تكلمنا عن بعض الأشياء اللي تضر الجهاز العصبي، في أشياء ثانية أغذية معينة إذا كلناها ممكن تأثر على الجهاز العصبي غير الكيتو دايت؟ نعم، العديد من الأغذية قد تضر بالجهاز العصبي، وإذا أصاب الجهاز العصبي أي ضرر مثل ما تكلمنا في المقدمة، يعني في مقدمة الحديث، ممكن تكون غير راجعة، يعني مش ممكن تصليحها. وبالتالي من هذه الأطعمة التي تضر بالجهاز العصبي هي الدهون المشبعة. يعني شو كلمة دهون مشبعة؟ يعني الدهون اللي بتكون على درجة الحرارة، حرارة الغرفة بتكون صلبة، مثل السمن، المايونيز، الأغذية اللي بتكون مقلية بدرجة حرارة عالية، يعني مثل الفلافل اللي بنشتريه والسمبوسة اللي بنشتريها والبراتة بيكون متكرر الزيت ومتعرض جرحتين حرارة عالية. أنا عارفة والله، إحنا نقول الاعتدال في كل حاجة، يعني نستخدم إير فرايرز. ممتاز، بعض التعديلات قد نقوم فيها على نمط غذائنا قد تؤدي إلى يعني نتائج إيجابية عديدة، وبالتالي إحنا جسمنا أمانة يعني عنا، فبالتالي لازم نعطيه أفضل، يعني نستثمر في أجسادنا عشان في المستقبل إحنا نكون بصحة أفضل. فالدهون المشبعة نقصد فيها مثل ما تكلمت هي الدهون المتكررة والمعرضة لدرجات حرارة عالية، أيضا السكر المتكرر، وهنا بدنا نفرق بين السكر الطبيعي الموجود في الفواكه. قد يظن البعض أن السكر نقصد فيه سكر الفواكه أو السكر الطبيعي الموجود في الأكل، لا، نقصد المتكرر يعني اللي هو مصنع، يعني جاي من المصنع مثل الكيكات والسناكات اللي موجودة في الجمعيات، يعني هذه كلياتها مضاف إلها مواد كمان
تضر بصحة الأعصاب، يعني يا ريت إنه نتجنبها قدر الإمكان، وهي قد تؤدي إلى ذاكرة سيئة. يعني الناس اللي بيأكلوا الدهون والسكر المتكرر بنلاقيهم أكثر الناس بيعانوا من ضعف الذاكرة ووهن عام في جسمهم، فتأتي أهمية الابتعاد عنها من هذه النقطة. ثانيا كمان عندنا المشروبات السكرية اللي فيها كميات سكر عالية، يعني مثل المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، العصائر المصنعة وليست العصائر الطبيعية اللي يعني بنعملها في البيت، هذه أيضا تؤدي إلى ضعف الذاكرة والقدرة على التعلم، يعني يصير في عندنا بطء في عملية التعلم والإدراك. آخر شيء عندنا الأطعمة المصنعة، يعني مثل السوسج، النقانق، النجتس، هذه كلياتها تأتي على قائمة الأطعمة التي تضر بجسم الإنسان بشكل عام وعلى الأعصاب بشكل خاص كونه الجهاز العصبي عندنا حساس. أخيرا الكحول، يعني المشروبات الروحية والكحول أيضا تؤثر استهلاكها والإفراط في تناولها يؤثر على صحة الجهاز العصبي. زين، نحن بنتكلم بس بخصوص، نحن دائما نتكلم عن الشخص الطبيعي، فبعض الأشخاص بيقول نحن بعض أنواع الحميات مثل ما ذكرنا الكيتو وغيره يتم إعطائها لبعض الأمراض، يعني في بعض الحميات تكون معينة مخصصة لبعض الأشخاص، فلما يطبقها الإنسان السليم هني تستوي المشكلة، لكن الحميات موجودة لأمراض معينة وتخصصات معينة ولفترة زمنية معينة، يعني ما بصير أنا أستخدمها وخلاص أنهي الموضوع. وتحت مراقبة تكون دكتور؟ لازم بالضبط، ومعها وقبلها وبعدها وأثناءها لازم فحوصات دم، فحوصات مخبرية منتظمة ودورية تجرى للشخص عشان نشوف أن هذا الحمية ناسبته أو لا، سببت له مشاكل أو لا. فلكن النظام الأنظمة العشوائية قد توصلنا إلى أمراض خطيرة جدا مثل فشل الكلوي، مثل ما قلنا تشحمات الكبد، وهي للأسف علاجها يعني قد لا مش وارد، يعني ما في علاج للفشل الكلوي أو للأمراض الناتجة من الأنظمة العشوائية. فهاي مثل نصيحة نقولها للجميع، دائما إذا النظام الغذائي مو بعرف كيف تنظم نظامك الغذائي راجع مختصين، ما شاء الله أستاذة أخصائيين تغذية موجودين يعني في كل مكان، يعني مو بشيء صعب واحد يوصلهم. وفعلا يعني ما بتدفع، يعني أنا حتى اللي مؤسف إنهم بيدفعوا مبالغ طائلة للحصول على هذه الحميات من ناس مش مرخصين ومش مسؤولين، لكن إحنا هون في حكومة دبي نقدم يعني استشارات مجانية ما بتدفعوا عليها، مواعيدنا الحمد لله متوفرة، سهولة الوصول إلينا، يعني تقريبا في كل فريج من إمارة دبي في عيادة تغذية، يعني سهلة الوصول. بالتالي يعني بس توكلوا على الله وعزموا النية والإرادة وراجعوا أخصائي التغذية أو الشخص المختص أفضل. زين، نتكلم أستاذة عن الرياضة وصحة الأعصاب، يعني دائما نقول الغذاء دائما يجي مع الحركة. أكيد طبعا تأتي أهمية التمارين الرياضية في البداية وعلى قائمة يعني أهميتها في تقليل علامات الاكتئاب الشديد. احنا نعرف انه الاكتئاب مرتبط بالأعصاب والأمراض العصبية، وبالتالي اول فائدة احنا ممكن نحصلها من الرياضة والتمارين الرياضية تخفيف علامات الاكتئاب الشديد، وبالتالي تؤثر إيجابيا على الجسم ووظائف الجسم بشكل عام. ايضا التمارين الرياضية طبعا اوجدت الدراسات الحديثة انها قادرة على تنظيم الهرمونات الأساسية في المخ، وبالتالي أنا إذا نظمت الهرمونات الأساسية كل شيء له علاقة بالسيطرة والناقلات الحسية وناقلات الأعصاب بيتضبط، منها تحسين الذاكرة والتركيز، تحسين الوظائف الإدراكية، القدرة على النوم بشكل أفضل. يعني بعض الأشخاص كمان اللي عندهم أرق أو عندهم مشاكل في النوم مجرد ممارسة تمارين رياضية بسيطة بيعالجوا هاي المشكلة، وبالتالي هي الرياضة أصبحت طبعا هي شكل من أشكال العلاج والخطة العلاجية للعديد من مشاكل الصحة العقلية، يعني صارت تندرج من ضمن الخطط العلاجية. مشكورة أستاذة سامية على وجودك معنا، داهمنا الوقت، ومشكورة على النصايح المهمة اللي عطيتينا إياها. كل الشكر لكم ودمتم بصحة وسعادة دائما. اللي كانت معانا الأستاذة سامية خالد عثامة، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. قبل ما نطلع الفاصل أعزائي المستمعين، كل شخص يراجع عن طبيب مختص وينصحه أنه
يروح عند أخصائي تغذية جدا مهم، لأن أخصائي التغذية مثل ما ذكرت الأستاذة يسوي لكم فحص قبل النظام الغذائي حسب الأمراض طبعا، فحص قبل وفحص أثناء ومتابعة ويتابعونكم. لا تهملون المواعيد الخاصة بالتغذية، لأن بعض الأشخاص يروحون عند دكتور لما يجي موعد التغذية they skip it أو إن ما يعني يتجاهلون هذا الموعد. وايد مهم لأن جزء كبير في صحة الإنسان وجزء كبير في العلاج والتعايش مع أي مرض هو من خلال التغذية ونمط الحياة اللي يسلكها المريض أو يسلكها الفرد. تقريبا كانت هاي يعني فقرتنا الخاصة بالغذاء الصحي والأمراض العصبية، ونروح فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. صحة وسعادة. رجعنا لكم في آخر فقرة من برنامجنا الإذاعي صحة وسعادة. يمكنكم التواصل معنا على رقم 600-600-55-1414 أو من خلال رسائل نصية قصيرة 4006. مثل ما نقول الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، وليس هناك ضمانات لأحد في حياة مستقرة تخلو من المتغيرات والعقبات وغيرها. لذلك وايد مهم أن نحن نتأقلم مع المتغيرات اللي تصير في حياتنا، والأهم من هذا نعرف كيف نحن نقدر نتعايش ونعدي هاي العقبات اللي تمر علينا. هاي هي الحياة، يوم فوق يوم تحت، والأهم من هذا كله أن نحن نحافظ على صحتنا النفسية وصحتنا الجسدية. وفي حلقتنا اليوم بنتكلم عن موضوع التغيير وكيفية التكيف والتعايش معه، ويسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف دكتورة فاطمة حسن من إدارة حماية الصحة العامة. حياك الله دكتورة. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله. صباحكم خير عافية، وصباحكم خير مستمعين الكرام. بداية نتكلم دكتورة عن موضوع التغيير. لما دائما نقول دائما نسمع كلمة تغيير في كل مكان، يعني تفتحين انستغرام يتكلموا عن التغيير، كل واحد يبغى يتغير، بس شو مفهوم التغيير؟ صحيح، كما ذكرتي أن كلمة التغيير كلمة متداولة كثيرا، والمفهوم العام للتغيير، التغيير يعني العمليات التي ينتج عنها بعض من التطورات وبعض من الأحداث الجديدة، بالإضافة ألا أن التغيير يعتبر هو إجراء عمليات جديدة في عوامل تؤثر على شيء ما، ويقوم الإنسان بنقل هذه التطورات في صورة أفعال. وبصورة عامة المجتمعات هي عبارة عن أنظمة ديناميكية في حالة مستمرة من التغيير في أطر من التوازن والنمو، ومجتمعاتنا عندما تواجه الشدائد والتحديات لا تزول وتنطوي، وإنما ترتد وتزدهر، ويرجع السبب الأساسي لهذا في مرونة الأفراد وطواعية المجتمع على التكيف على التغيير. إنزين، إني نتكلم عن التأقلم والتغيير. التغيير هو أي شيء يتغير في حياتنا، سواء يمكن يكون تغيير سلبي أو إيجابي، أي شيء يتغير عن النمط العام. إني الحين نتكلم عن التأقلم مع أو التعايش مع التغيير. شو هي الأمور المتوقعة خلال الشخص، يعني شو هي المراحل إن الواحد يوصل إنه يتأقلم مع التغيير؟ صحيح، السؤال الذي قد يتبادر إلى ذهننا، ما الذي يجعل الأفراد بهذه المرونة بحيث إنه يتقبل التغيير، ولماذا قد تختلف استجابة بعض المجتمعات عن غيرها؟ هنالك عدة دراسات تتناول هذا الموضوع، لأنه موضوع بالغ الأهمية، وعند تحليل كيفية استجابة المجتمعات للتحولات التي تحدث على مدى الزمن، سيظهر جليا أن العادات والمعتقدات والأصول الراسخة في المجتمعات هي الحافز المستخدم للتعامل مع التغيير والازدهار، لأنه قد يصعب في البدء استحداث نمط أو فكر جديد، بالذات عندما نكون في طور التغيير. وتستخلص الأبحاث المعنية تقييم القدرة على الصمود في المجتمعات إلى أن مرونة المجتمع مبنية في المقام الأول على متانة العلاقات الاجتماعية،
ليس فقط بين أفراد المجتمع، ولكن أيضا ترابط الأفراد بالمؤسسات والمشرعين والحكومات. كما نعلم أن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة تخطو خطى واثقة ومتوازنة لترسيخ وتعزيز التغييرات بالذات في المنظومات التعليمية وإبراز ما توليه الدولة من عناية واهتمام منذ قيامها بمؤسسيها المميزين وقادتها الكرام إلى يومنا هذا. من هنا ينبع الإيمان الراسخ لدى الأفراد والمجتمعات بأن كل قرار للتغيير أو التطوير في منظومات حياتنا ناتج من حرص القيادة الرشيدة للأفضل والتوجه الدائم للتميز. أنت الحين دكتور إذا تكلمنا عن الأشياء اللي الشخص أنا مثلاً إذا واجهتني أي تغيير، دائماً يكون في مثل مراحل، مثل مرحلة نقول مثلاً بعض الأشخاص يكون مرحلة مو بمستوعب التغيير، بعد فترة يبدأ يحس إنه يبدأ يفكر في الموضوع، إنه يعني كيف يقدر يتخذ القرار، كيف يقدر يتعايش. المرونة هاي في بعض الأشخاص يتمون في مراحل معينة، في بعض الأشخاص يتم في مرحلة مثل يعني عدم التقبل أو مثل ما يسمونه من denial mood في فترة وايد طويلة، وفي بعض الأشخاص يتمون في مرحلة الحيرة في فترة وايد طويلة، وهالأشياء كلها تأثر في حياتنا. يعني نحن يعني 24 ساعة تمر بسرعة الحين، فكيف نحن نقدر نوصل لمرحلة المرونة النفسية اللي تساعدنا نحن أن نحن نواكب التغيير اللي يصير، أو أن نحن يعني بعض الأشخاص نقول نواكب، لكن أنا من وجهة نظر شخصية أن مو بلازم كل تغيير أتعايش معه أو أتقبله إلا إذا كنت أنا ما أقدر أغيره. فشو رأيك أنت في هذا الموضوع؟ صحيح. أول شيء ممكن توصلنا لقبول مقولة، يجب أن نتوصل لقبول مقولة الذي يبدو ثابتا هذا اليوم وفي هذا العصر هو التغيير. لكننا زي ما ذكرتي في بعض الأحيان لا نقضي وقتا كافيا في التفكير في كيفية إدارة التغيير، فيجب علينا تبني بعض الأفكار لقبول والتعايش مع أي تغيير في حياتنا. في 5 خطوات ممكن نتبناها لقبول أو التعايش مع التغيير. الخطوة الأولى هي إدارة التصور. قد يرى الكثير من الناس التغيير على إنه شيء يحدث للتو أو شيء حدث لهم دون موافقتهم وخارج سيطرتهم أحيانا، وفي بعض الأحيان قد يكون هذا صحيحا، ولكن بالنسبة لمعظم الأنظمة فالأشخاص يتمتعون ببعض الاستغلالية فيما يتعلق بكيفية تطبيق التغيير، وكلما شجعنا المعنيين على المشاركة في تفاصيل المدخلات زاد شعورهم بالتحكم، حيث تظهر الأبحاث أنه كلما زاد الشعور بالملكية يزيد نجاح التغيير المنفذ داخل المنظمة أو المنظومة. الخطوة الثانية، اجعل التغيير جزء من ثقافتك. قد يتقبل بعض الناس التغيير براحة أكثر من غيرهم، ولكن كما ذكرتي بعضهم قد لا يتقبلون هذا من البدء، وهذا ينطبق على كل المنظومات في حياتنا. لذا يجب البدء بتغييرات صغيرة ذات مخرجات مرئية في البداية لتحدث فرغا إيجابيا، وهذا هو مفتاح لإنجاح منظومة التغيير، لأنه عند تراكم هذه المكاسب الصغيرة يصبح الأشخاص أكثر انفتاحاً لتجربة أشياء جديدة. وكما ذكرتي يوجد بعض المتشككين أو بعض المترددين في لإحداث أي خطوة جديدة أو أي تغيير في حياتهم، فيجب علينا أن نغدر المتشككين والمترددين. فمثلاً عندما يستجوب شخص ما عن تغيير مقترح، يمكن أن يكون رد الفعل الأول هو الإحباط أو حتى الغضب، فيجب علينا أن نضع في اعتبارنا أنهم يجيد دائما وجود متشككين أو مترددين، لأنهم يبقوننا على أرض الواقع، وحتى إن كانوا يطرحون أسئلة صعبة فبتمكينهم في المشاركة الفعالة عن طريق اقتراح إعادة التفكير واقتراح الطرق الأسهل للتغيير، والتأكيد بأن الجميع متفائلين بشأن أي اقتراحات جديدة. الطريقة الرابعة أو الخطوة الرابعة هي التعرف على تغيير داخل المنظومة.
يجب علينا دائما أن ننظر إلى الماضي قبل المضي قدما في الأفكار الجديدة. فمثلا ما هو آخر تغيير مهم قد قمنا به؟ ومتى تم القيام بذلك؟ وما هي الآثار التي نجدت عنه؟ فقد ينتج التغيير عن التغيير الدائم أحيانا بعض الشعور بالضجر أو الخوف أحيانا من الأفكار الجديدة. والمنظمات التي لديها تجارب سلبية مع التغيير قد تكون أكثر تحفظا لتجربة أشياء جديدة. لذا لا توجد قواعد ثابتة لتفعيل التغيير، ولكن كما هو الحال مع العديد من الأشياء في حياتنا يمكن أن يوفر التطلع إلى الماضي معلومات حيوية تغنينا عن مجابهة نفس العثرات في المستقبل. الخطوة الخامسة دكتورة، الخطوة الخامسة يجب علينا أن نكون دائما على دراية بالمفاهيم المسبقة. ومع ذلك فإن الحفاظ على المنظومة بلفظ والوضع المعتاد لفترات طويلة قد يبدو صعبا في ظل التغيرات الهائلة التي تحدث في المجتمعات اليوم والتي قد نعيشها في كل لحظة في هذا العصر. لذا يجب فهم تطلعات الأفراد المستقبل والنظر في إمكانية استخدام هذه التطلعات لصياغة الاستراتيجيات للتغيير الجديد، وفي نفس الوقت أيضا إقناع الجميع بأن إن الاقتراحات الجديدة ستكون أفضل. إنزين دكتورة، نحن عندنا رسالة نصية قصيرة يقول أبو عبد الله: كيف يمكن الزوجة تغيير بعض سلوكيات زوجها اللي أحيانا يمكن تزعجها؟ فكيف يعني الشخص ممكن يغير الطرف الثاني؟ هل هو يحتاج أصلاً يتغير أو يتقبل الطرف الثاني؟ أهم حاجة التفاهم. على حسب هذه السلوكيات، فغالباً إذا الأشخاص جلسوا والنقاش وناقشوا هذه السلوكيات فلابد من الوصول إلى نقطة المنتصف. هذه النقطة المنتصف قد تربي الطرفين. أتمنى جاوبنا على هذا السؤال. أني عندنا دكتورة في الفترة السابقة نتكلم من 2020 لين الحين، وايد في وخلال جائحة كوفيد بالتحديد واللي هي لا زالت مستمرة، وايد في تغييرات تصير مثل ما قلتي في بعض الأشخاص ما يكونون يعني متقبلين لأن يحسونها غصبا عنهم. وأيضا التغييرات في وايد تغييرات رافقت كوفيد من عدة جوانب ومن هالتحديات. كيف ممكن نحن أن بنقول في ثلاث نقاط ممكن نحن نسويها عشان أن نحن نتعايش مع التغييرات؟ لأن التغييرات تصير يعني واحد يحس أن اليوم خلاص كورونا باكر تحسين أورد مرة ثانية. فتعرفين في ثلاث نقاط شو لازم يعني أعطيه ثلاث أشياء ممكن واحد يسويها أنه يحس أنه يخفف من هذا التوتر اللي عنده. هذا سؤال مهم. زي ما ذكرنا سابقا، أول شيء أو أول نقطة قد لا يؤدي، يعني لازم نضعها في الحسبان، قد لا يؤدي تبني نظام جديد أو تغيير طريقة عمل إلى التحسين في نفس الوقت. فأي تحسين يأتي تدريجيا. النقطة الثانية، تحتاج التغييرات دائما إلى القبول والدعم من جميع المعنيين. وإذا لم يكن لدى الناس إحساس بالملكية أو المهارات المناسبة، فإن هذا ببساطة قد يخلق تحديا إضافيا لقبول التغيير الذي المقدم. الشيء الثالث، يجب التخطيط. يجب علينا التخطيط لأي تغيير قد يستهدف حياتنا، وعلى المنفذين لهذا التغيير تبني المبادئ والتقييم المستمر للتأكد من أن التغيير يمكن تطبيقه واحتواء أثاره. ونقطة مهمة رابعة، لا يحدث التغيير الفعال إلا عندما يغير الناس عاداتهم، أي عندما يقبلون التغيير ويفهمون أنه سيفيدهم. أنزل. كلمة دام الفقرة شوي بدت يعني في نهاية الفقرة، كلمة أو نصيحة حابة توجهينها دكتورة للمجتمع بشكل عام بموضوع التغيير، أو حتى في أشخاص يبون من نفسهم يغيرون بعض السلوكيات اللي هم عندهم، فشو هي نصيحتك لهذول، نصيحة أخيرة لهذول الأشخاص؟
النصيحة الأخيرة أو الكلمة الأخيرة، يجب علينا التوصل إلى أن الذي يبدو ثابتا في هذا اليوم وهذا العصر هو التغيير، ويجب علينا أن نكون أكثر مرونة لملائمة التغييرات الحاصلة في هذا العصر. دكتورة، يعني إذا الشخص حاب، يعني نبغى نصيحة حق الأشخاص اللي يبون يغيرون في بعض السلوكيات أو تزعجهم، مثلا واحد متعود إنه ياكل سكر بكميات كبيرة، شو الأشياء اللي مثلا كيف يقدر هو يتغير؟ لأن دائما نقول التغيير المفاجئ، الشخص يرجع من أول جديد. عشان كذي دائما اللي يسوون رجيم يطلعون مرة ثانية يرجعون، يعني مثل ما يقولون أمثل من قبل، لأن ما مشوا على الأساسيات الصحيحة في تغيير النمط اللي هم يبون يغيرونه. فالنصيحة اللي نحتاجها لهؤلاء الأشخاص اللي يبون يغيرون سلوك معين يبون يغيرونه في نفسهم. أول شيء اتخاذ القرار. الشيء الثاني الجدية في تنفيذ القرار. فالشخص الأول إذا اتخذ قرار على إنه عاوز عنده سلوك معين، يريد تغيير هذا السلوك، يجب عليه أن يكون جادا في تغيير هذا السلوك، وعليه الابتعاد عن كل الأشياء التي قد تحيد أو تحيد طريقه عن تنفيذ هذا القرار. فيعني الشيء الجدية هي أهم شيء في تنفيذ أي تغيير نريده في حياتنا. انزين تقريبا، فمثل ما نقول دائما الايه اللي تقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، صدق الله العظيم. دائما التغيير يجي من الانسان من الداخل، فممكن احنا نغير انفسنا اذا احنا بغينا، مثل ما تفضلتي دكتور نغير. وفي طرق كثيره الواحد ممكن يجربها، اذا ما نفعت الطريقه الاولى الطريقه الثانيه، لكن اهم شيء مثل ما تفضلتي دكتوره العزم على التغيير. صحيح. شكرا لوجودك معنا الدكتورة فاطمة حسن من إدارة حماية الصحة العامة، وجودك معنا في حلقة اليوم. شكرا لكم، شكرا برنامج صحة وسعادة، نتمنى لكم يوم سعيد. يوم تسعد. قبل ما نختم برنامجنا اليوم أعزائي المستمعين، كانت فقرتنا تكلمنا عن الغذاء الصحي وكيف نحن ممكن نحافظ. أهم شيء أن نحن نتناول كل العناصر الرئيسية، وإذا كان عندنا أمراض معينة نستشير أخصائي التغذية. دائما ننصح بعدم أخذ المعلومات من أشخاص غير مثل نقول مرخصين أو أشخاص مو من أهل الاختصاص، خصوصا في قنوات التواصل الاجتماعي دائما موجودين. النصيحة الثانية، التغيير دائما التغيير يبدأ من العزم، وأيضا القدرة على التحكم بالأشياء اللي تصير حولنا تساعدنا في تقبل التغيير. وأيضا قبل ما نختم، نحب أيضا نأكد على أهمية الإجراءات الوقائية للحماية من مرض كوفيد 19، اللي هي التباعد الجسدي، تعقيم اليدين وغسلها باستمرار، والأهم من هذا كله لبس الكمامة، وخصوصا في الأماكن اللي تكون مغلقة نحرص على لبس الكمامة. وفي نهاية حلقة صحة وسعادة.